مع طبق الأطفال بيحبوه والكبار بيحبوه، المكرونة، النودلز، المسميات بتاعتها اللي احنا عارفينها، مكوناتها على الشاشة يا أستاذة رحاب. معانا سبانخ، معانا جزر. للأمانة أنا سلقه قبل كده، مسلوق معايا يعني عشان ما ياخدش وقت كتير على النار. والبروكلي عشان أعمل عملية نسبة وتناسب في تسوية الخضار، لأن البروكلي يعني بيتاكل ني ساعات، ما بياخدش وقت كتير في السوى. الكوسة نفس الفكرة، الجزر بياخد وقت كبير، فانا سلقته علشان ابقى انا محضر نفسي. ومعانا السمسم والنودلز اللي هي الشعريه الصيني او المكرونه الصيني، بصلايه ناعمه او بصل شرايح جوليان انا حبه، حلو الكلام، وفص جنزبيل حلو لطيف وجميل معايا اهوت، والثوم، حاجات الدرنيات اللطيفه اللي بتلعب دور مهم جدا في تحريك وتشجيع الدم في الشرايين الدقيقه في الجسم. بصل، ثوم، جنزبيل، درنيات جميلة الحلوة دي من خير أرضنا، لها دور مهم جدا في حرق الكوليسترول، لها دور مهم جدا في علاج الكوليسترول. ده البصل الجوليان حلو مع الطبق الحلو ده كده، تقطعه رفيع قوي عشان ما تاخدش وقت كتير في السوى. واعمل حركة لطيفة دلوقتي، عايز الكرمله بتاعت البصله دي في الطبق الصيني الجميل الحلو ده كده. اقوم افرك البصله دي اعمل شيك كده، ركزي بقى معايا عشان فينا هنا ايه خبره طهويه شويه، حاجه كده ما اقدرش يعني، والخبره المهنيه ان انا ابخل بيها. انا عايز طعم البصلايه دي والكرمله بتاعتها اطلعها في الطبق ده ازاي. البصلايه عملتها بالشكل ده كده، معانا قليل من الملح على البصلايه، وقلبها، وفي طاسة شديدة الحرارة على النار. شوفي بقى الموضوع ده من غير زيت ولا أي حاجة خالص، زي ما هي كأنك بتشويه، طاسة شديدة الحرارة. واسيبه شوية، هتشم ريحة حلوة قوي دلوقتي، هتشم ريحة الأرض المصرية. والله العظيم بتكلم جد والله. سيبيه كده شوية كأنك بتشويه، على ما أقطع الجنزبيل بتاعنا ده كده. أبا حلوة، عايز فص جنزبيل حلو كده. الجنزبيل من الحاجات المفيدة، قرفة بالجنزبيل مشروب شتوي، بيدي طاقة وبيدي دفء. اقشرها كده بالراحة، عايز اتخزن الجنزبيل ده في الشتاء الموسم بتاعه. الله على ريحة البصل، والله العظيم مش بجامل، ريحة البصل جميلة جدا، الجيران هتشمها، ريحة الصالون، ريحة الشقة كلها دلوقتي البصل على النار. من غير لا زيت ولا زبدة، اعملي بس الطريقة دي، الطبق بتاعك هيبقى له مذاق خاص. لا توابل ولا بهارات ولا اي حاجه خالص، امال ايه يا عم الشيف؟ خبره طهويه. ناخد الجنزبيل ده كده ونقطعه ناعم كده. حاضر يا غالي، انت عايز الهبر، فراخ والسبانخ، تقلقش السبانخ فيها سوائل كتيره ومعايا، ما تقلقش عليها، بياخدوا وقت كبير على ما يتعرفوا على بعض. ادي الجنزبيل، ناخد الجنزبيل ده زي ما هو كده يا عم الشيف. التقطيع الحلوه دي كده، هو ده الطبق ده فيه خبره طهويه. التوم ما ينزلش دلوقتي بقى، شفت بقى الكلام الحلو ده كده؟ والله العظيم بتكلم جد. ايه يا عم الشيف الايحاءات الحلوه دي؟ لو انا نزلت بالتوم دلوقتي في قلب الحله دي او في الطاسه دي، ريحه البصل دي اتعدمت، ريحه الجنزبيل اتعدمت. هنعمل ايه؟ نقلب الاول. بس وانا بقلب بعمل ايه؟ بس شوف اللون بس الاول كده قبل التقليب عشان نشوف المصداقيه. شفت البصلايه والتحميص؟ بص على البصلايه، شفت الحلاوه الاحمرار ده؟ الريحه الحلوه الجميله اللي طالعه من قلب الحله دي كده بتتكلم مصري. بصل. هعمل ايه بقى دلوقتي حالا؟ حالا بقى هو ده. شويه زيت. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده. ونقلب. التوم لسه، اوعي تنزلي بالتوم دلوقتي. كل اللي انت بتعمليه ده مش هيبقى له اي لازمه. الله على الريحه. نقوم نعمل ايه بقى؟ نعمل حاجه حلوه كده، حاجه حلوه كده. وننزل بشويه توم هنا كده، ركزي معايا بالله عليكي. كعب زبده صغير، ونسيبها ونشوف التومه اخبارها ايه. مكعب الزبده هنا عامل عمايله. بصي. شفت الحلاوة دي كده؟ الله. ونقلب، هو ده الكلام.
ننزل بالكوسة بتاعتنا. الله دي كتير يا مشاهد الله يسامحك. كتير. تبذير. ناخد الجزر. برضو كتير. ده في نسبة وتناسب كده عشان كل نوع من أنواع الخضار تبان شخصيته على الشاشة على الطبق. ونقلب كده. نودلز. ونقلب البصلايه هنا يبدا فيه تلاحم ما بين ريحه البصل اللطيفه والتومه الحلوه والخبره الطهويه مع جزر مع كوسه. عمنا البروكلي الجميل الحلو عنوان المطابخ وعنوان الاكلات الصحيه. اي دكتور تغذيه يقول لك بروكلي جزر كروم كرفس. حلو قوي دول برضو كفايه. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنقلب التقليبه الحلوه دي كده. معانا الصويا صوص بننزل بقى هنا كده ونقلب ونغطي الحله دي مع قليل من الماء الساخن هسه. على ما نشوف هنعمل ايه في المشروب بتاعنا الشتوي اللي مشهور في الكافيهات وبندفع فيه مبلغ وقد كده. عايزك تعمليه في البيت لاولادك لجوزك. رايح فين يا حبيبي؟ قابل واحد صاحبي على الكافيه يشرب ايه؟ شاي يا اما قهوه يا اما المشروب اللطيف ده وسعره غالي شويه. ايه رايك لما تفاجئيه وتعمله له بقى؟ وهتعمليه احسن من المطاعم واحسن من الفنادق على فكره. على الاقل انت شايفه المصدر بتاع عصير التفاح نوعيه كويسه. على الاقل عملته له بعنايه. فوق ده وده ده طبعا في حب. أنا نبدأ نحط مية مغلية أو بوكي جرنيم اللي عندي هنا. أي 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 هو ده هو ده. يلا مع السلامة. ونغطيها بس مش هغطيها لحالها. أعمل إيه؟ أحط الشعرية الصيني أو النودلز بتاعتي عشان بعد الغلوة دي نتفرج عليها ونبص عليها. دول كتير حطهم كلهم خلاص. افتحها كده وأول ما ينزل على البخار هتتفرج عليها دلوقتي. نشيل ده من هنا. زي الفل. اللهم صل على النبي. ده ورا كده. ونروق الدنيا. أنا عايز أغطي الحلة دي. عشان البخار ودرجة الحرارة بتساعد على تسوية النودلز أهي. سيبها زي ما هي كده. تقريبا من الوقت 10 دقايق. بناخد شويه كزبره خضرة كده. حلو الكلام. افرمهم كده حلوين عايزهم للنودلز بتاعي. خدتها زي ما هي كده. الله اهي. طعم هنا لطيف. واغطيها واشيل ده من هنا. تعالوا نقلب النودلز بتاعتنا. بص على النودلز بالله عليك. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الصوره دي بتيجي امتى؟ مجهود في مجهود هنا في الاستوديو يا اخوانا بجد. الشيف المغازي اقل مجهود بيبذله عشان حضراتكم تشوفوا الصوره الحلوه دي. اختفت النودلز. اقلبها كده. واجهز طبق كبير. شفت؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شفت الحلاوه دي؟ تاني 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 تاني. بص 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 هو دي. تاني. دي الشعريه الصيني معموله من دي الرز. بتتباع في محلات الادوات الغذائيه في السوبر ماركات الكبيره يعني. سعرها مش غالي ولا حاجه والله. بتيجي من نيوزيلندا من الصين. حلو بس بتدي طعم حلو يعني. في منها اللون الابيض وفي منها اللون الاصفر اللي هو الذهبي. نقلبها كده والطبق ده جاهز. عينيا. يعني تعالوا مع بعض نغرف الطبق ده. ده انا كل يوم هقطع البتاع ده عشان اشتغل براحتي مع نفسي. الطبق ده جاهز كده. حلو قوي. يلا انا خلصت. العب العب يلا. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه. قدرنا ان احنا نخش المطابخ العربيه والاسيويه والخبرة الطهوية. عملنا مشروب لطيف شتوي فيه خبرة طهوية. النودلز مع الخضار الجميل. عملنا كمان السبانخ مع الدجاج بطريقة صحية. ايه الحلاوة دي يا عبد الشيف؟ عملنا مربى اليوسفي
الجميلة الحلوة والكلام اللطيف الحلو ده مع بداية سنة جديدة يا رب، سنة سعيدة، وعلى كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا، ونحقق أملنا ونشتغل بالشغل يا أخوانا. السنة هتبقى حلو، من غير الشغل السنة مش هتبقى حلو. دول أنا مش عايزهم بقى خلاص، هو ده. يلا We wish you a Merry Christmas.